وخبرنا الأخير مع بشائر الخير والرحمة، حيث تواصل هطول الأمطار على أغلب إمارات ومدن الدولة، وبدأت بغزارة على أبوظبي مصحوبة برياح هابطة قوية وصواعق قوية، ثم كانت المناطق الوسطى من الدولة والإمارات الشمالية على موعد مع أمطار غزيرة وأجواء شتوية رائعة لمنخفض الخمسين، والذي من المتوقع أن يتواصل لمدة 3 أيام مقبلة. وعلى أثر تلك الأمطار جرت أغلب الأودية والشعاب في الدولة، وخصوصا جهة الإمارات الشمالية والمناطق الشرقية، ووصولا إلى صاع في مدينة العين. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة. يا سلام يا حمد. هلا هلا. مو مسافرين؟ نعم، لكن الحين طال عمرك عند بطحة الفوية. Ha ha ha.